نعم، لجان قوى حرية والتغيير يمكن لديها تنسيق واسع مع هذه اللجان، وتحدثوا بشكل يعني انه يجب ان يكون هنالك عمل مشترك وهنالك محاولة لإنشاء تنسيقية، ليس هنالك يعني دمج لهياكل هذه اللجان داخل قوى الحرية والتغيير او استصحابها او فرض رؤية، انما هنالك عمل في حدود انجاح هذه الثورة والوصول الى المطالب الرئيسية لهذه الثورة. يجب أن يكون هنالك تنسيق، وهذا ما تعمل عليه قوى الحرية والتغيير وكثير من القوى الثورية التي تدعم هذا الخط الذي تقوده هذه اللجان، وهي خطوط تقودها ذات القوى السياسية الموجودة سواء كانت في قوى الحرية والتغيير أو القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي، باعتبار أن هذا الانقلاب هو قطع طريق كانوا يسير فيه الجميع باتجاه الانتقال بالسودان إلى مساره الديمقراطي، ولكن تم قطع هذا الطريق كما ذكرت. بالتالي قوى الحرية والتغيير تحاول وقوى أخرى طبعا ليست قوى الحرية والتغيير فقط أن يعملوا سويا تحت مظلة واحدة تحت راية توحيد قوى الثورة. وأنا أعتقد أنه المليونية 30 يونيو يعني كانت يعني مرحلة أو علامة فارقة في طريق إسقاط هذا الانقلاب، ويمكن كانت فرصة مواتية وعكست موازين القوى السياسية، باعتبار أنه هذه فرصة سانحة لتوحيد كافة القوى الثورية من قوى لجان المقاومة، القوى السياسية الحزبية الرافضة للانقلاب، أو حتى الكتل السياسية الكبيرة ممثلة في قوى الحرية والتغيير أو غيرها. نعم.